التحية متجددة مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء وتواصلنا. يستمر ويسير شوطنا أيضا التاسع في تعداد أشواط هذا اليوم الخاصة بمنافسة الإبكار. أبدأ بالصدارة وأتابع المقدمة والمركز الأول، وهذه العزوم سالم بن خليفة بن شطيط العويسي يحتل المقدمة والبداية، بينما نقلتنا على المركز الثاني. هذه عنوان تتقدم عنوان بشعار حربي بن سليم الحربي العامري، بينما ناخذ اللي على المركز الثاني وهذه الظبي مبارك بن دي بن بطي بن ميثان الشامسي. أما في المركز الرابع مياسة سالم بن محمد بالضبيب بن حمدان المرر، بينما ناخذ اللي على المركز الخامس وادي ملامح محمد بن راشد بن سعيد السبوسي. هكذا مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام النتيجة للخمسة المراكز الأولى، وفينا لمسامعكم هذه الأسماء وهذه الشعارات المتواجدة في تحدي هذا الصباح المثير. ولكن عودة من جديد إلى المقدمة، عودة إلى الصدارة إلى المركز الأول، وهذه على المقدمة الأولى العزوم سالم بن خليفة بن شطيط العويسي اللي على المقدمة الأولى على المركز الأول يبحث عن السلامات ويبحث عن الفوز من خلال هذا التواجد وهذا الحضور، بينما ناخذ اللي على المركز الثاني. وبالمركز الثاني هنا الوصول من مياسة سالم بن محمد بضوي بن حمدان المر، بينما ناخذ اللي على المركز الثالث. وفي المركز الثالث النصيبة سيف بن حميد بن سيف بن بدر العليلي، بينما في المركز الرابع اللي وصلت اللي تقدمت في هذه الانطلاقة هذه هي رشا لسالم بن مسفر بن غانم بالقوبة المنصوري، بينما في المركز الخامس نهاب محمد بن سعيد بن سلطان اليحافي. ولكن عودة من جديد إلى الصدارة، عودة من جديد إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى العزوم. العزوم هي معزمة على الفوز، على الانتصار في هذه اللحظة. يتواجد سالم بن خليفة بن شطيط العويسي، روح يا أبو خليفة روح، واصلين أهالي الطلايب. المركز الثاني هذه النصيبة سيف بن حميد بن سيف بن بدر العليلي، بينما في المركز الثالث العنود لسعيد بن مبارك بن حليس الوهيبي. المركز الرابع وصلت الان شواهين حمدان بن سالم الفعلو بالدرعي، ولكن مطيل وصل سليم بن راشد البطيني مع مطيل، الله 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 الله. لكن عوده الى مقدمه الشوط، عوده الى المركز الاول، الى البدايه، الى المنافسه في الامتار الاخيره، وهذه على الصدار العزوم اللي على المقدمه، العزوم بشعر سالم بن خليفة شطيط. ولكن بن بدر واصل، بن بدر غادم مع نصيبه، روح يا ابو حميد روح. سيف بن حميد بن بدر العليلي يغير مشاهدين الاعزاء ويتسلل الان نحو مقدمه الشوط، نحو الفوز، نحو السلامات إلى أهالي الرعفة. سلام وتحية واحترام لمالك النصيبة اللي نصبت نفسها وانتزعت ناموس هذا الشوط. تهانينا لسيف بن حميد بن سيف بن بدر العليلي على هذا الفوز. المركز الثاني وصلت مشاهدينا الأعزاء، في المركز الثاني العزوم لسالم بن خليفة بن شطيط، المركز الثالث وصلت العنود لسعيد بن مبارك بن حليس الوهيبي. هكذا مشاهدينا الكرام نتيجة عودة للتوقيت الزمني 4 دقائق و28 ثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز.